مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدي احكي لكم شو راح تشوفوا في شغله البلاك فرايدي. عملنا فيديو عن بلاك فرايدي، بس اليوم حورجيكم على الواقع شو هو البلاك فرايدي، كيف الناس بتشتري. زي ما حكينا البلاك فرايدي في كندا بيختلف كثير عن البلاك فرايدي في امريكا. الناس في امريكا بضربوا بعض بجنون، بدبحوا بعض، بتشوفوا هاي الشغلات خاصه في الوول مارت والاماكن، بس هذا مش موجود بشكل عام في كندا، لانه الاسعار هون يمكن مش جنونيه بهذيك الطريقه. بتنزل 50 غاد، في دور كراشز اسم شغله اسمها، بنزل السعر 10% 15% بكون قطعتين او ثلاثه، يعني قليل ما تلاقي هاي الشغلات في كندا، لسه ما وصلوا لهذه المرحله. فالاسعار بشكل عام جيده، لكن بدك تروح تختار شو اللي بدك، يعني مش لازم تشتري كل شيء في الستور. خليكم معنا ونشوفكم بعد الفاصل. احنا اليوم في بلاك فرايدي، الساعة لسه ما صارتش 7، بدهم يفتحوا المحل. شوف الدور اللي على المحل، الناس بتستنى بالعروض، اشي جنوني. احنا دخلنا، الناس عبي الستور. طبعا مش زي اللي بتشوفوه في امريكا، هيك الناس تدخل، الناس هون دخلت باحترامها، كل واحد اخذ عرباي. طلع الاسعار 40% 80% في شغلات، وناس اوريدي معبي، يعني عارفه وين رايحه وين جاي. هذا مثلا شايفين 66% منزلين عليه، هذا 60%، هذا 39 دولار يا بلاش. فاحنا جايين عشان هذا يا جماعة 66% نازل، كان 150 دولار، صار 50 دولار. شايفين سعر خيالي، يعني مستحيل انه نلاقي. خفيف، سلم مطلوب جدا، ناخده هيك. يلا بورجيكم بشكل عام. هلا هدول الكراسي نازلين 66%، يعني بتحكي عن تلتين السعر. فالناس اسعار، طبعا اللي بده شغلات هاي الشغلات، يعني إغراءات. طبعا هذول الألعاب برضو مفروض انهم نازلين، بس بندور على الهوفر بورد. على الهوفر بورد افضل اشي طبعا تكون انت جاي عارف شو بدك وين موجود. افغان افغان يعني أسعار، شايفين كيف كلها نازلة. Great values. نجرب شغلات نازلة 35%، هذا 24 دولار، 50% أو 50 دولار نازل. هذا نازل سعر جنوني، يعني احنا رايحين على ايل 25-26 سبورتس، نجيب هوفر لآدم. 25-26 هون الجاكيتات، هون في شفت جاكيتات رخيصة كتير. دول نازلين 75%، هاي نازلين عليها 100 دولار، يعني حوالي
25% أو 35 صعب. هاي منزلين عليها 65% دماء الأحذية، الأحذية منزلين 50% و 55%. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.